موجز الأخبار على الحياة فام. موجز الأخبار من إذاعة الحياة فام، أهلا بكم. البداية بشأن الوطني، أفادت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بأنه تبعا لمقطع الفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول شبهة تعرض أطفال للعنف وسوء المعاملة، أذنت الوزيرة ليلة أمس بفتح تحقيق فوري في هذا الإشعار، وتشكلت لجنة تضم المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والمندوبة الجهوية لحماية الطفولة وممثل وحدة مقاومة العنف ضد المرأة والطفل بنابل بالتحري الميداني والتنسيق في الغرض مع سائر الهيكل الجهوية المعنية. وأوضحت الوزارة أنه بناء على تقرير التفقد ومندوب حماية الطفولة تولت الوزيرة التواصل مع ولاية نابل والاتفاق على اتخاذ التدابير القانونية الفورية اللازمة مباشرة الغلق الفوري للفضاء العشوائي للطفولة الذي تعلقت به هذه الواقعة ضمانا لمصلحة الأطفال الفضلى. في الشأن الاقتصادي، قال الخبير الاقتصادي معز الجودي أن الصلح الجزائري ليس الحل الساحر لحل مشاكل البلاد، وأضاف أن العديد من رجال الأعمال والمستثمرين الذين لا تتعلق بهم أي قضايا أو تتبعات أصبحوا عازفين وخائفين من الاستثمار في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة وتراجع نسق الإنتاج والاستثمار. وأوضح الجودي أنه لابد من تشجيع الاستثمار وإعادة نسق الإنتاج وتحقيق التوازن بين العرض والطلب لمجابهة التضخم. عالميا، تعهدت نقابة عمالية في فرنسا بشل اقتصاد البلاد هذا الأسبوع مهددة بإغلاق الطرق السريعة وتعطيل مصافي النفط وتوقف حركة الطيران والقطارات، وتأمل هذه النقابات في أن يكون ردها هو الأعنف حتى الآن على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لرفع سن التقاعد. نهاية الموجز الإخباري، قدمته لكم سيمار بن حميدة. لأكثر تفاصيل زوروا الصفحة الرسمية الحياة فام على الفيسبوك. كينك ولد فيراج وتحب تتبع أخبار جمعيتك ومختلف الأحداث الرياضية، وإلا كينك عاشق ومغروم بسحر الكرة الأوروبية، البرامج الرياضية على الحياة فام تعيشك جو سبور. من تتبع نشراتنا الرياضية في ثلاثة مواعيد يوم